جيتنا خدمة مع بوت برود اسمها اندر جراوند سكيلز، ان كونترا اللي فيه لي ديتاي تاع لافيش كل كروكي من عندهم هما، جوست احنا نفالو لا غوفيغ على لافيش هذيك 14 متر درا قداش. صارت برشا فوفا على الحكاية هذايا، خاطر احنا اوني شوية كي دي نون كونيو في لونتوراج نتاعنا، معنتها فما ديزاكتيفيست و غوش و درشنا اصحابنا كل هكاكا، و الباركور نتاعنا نحنا في الشارع اللي نخدمو فيه جرافيتي في الشارع كيف كيف، اون فيز بريسك لي ميم سيبل، معنتها سوسيال بوليتيك و مع الشعب و انتي سيستيم انتي كابيتال و الحاجات هاذوك الكل. اوكي، مي برشا عباد خذات عملت مواقف ولا درا كيفاش عملوا رياكسيون عليها الحكاية. بالنسبة لي أنا موقفي واضح على الآخر، خدمة بروفيسيونيل سو كونترا جابليك با مون افي بيرسونيل فيها، معنتها عادية الحكاية على الآخر، و مانيش متقلق جملة منها أنو العباد عملت رياكسيون كيما هكاك تخصهم كان هون. أنا تجيني خدمة أخرى مع أي معنتها اي كونتاكت معناتها بروفيسيونيل باش نخدم له خدمه، انا على خاطر جي ان تيل سافوار فير اللي ندخل بيه فلوس ناكل بيه في الخبز ونعمل فيه من بعد اللي نعبر عليه انا راي في حاجات واحده اخرى. اما الكونتينياسيون بور سورفيفر بالنسبه لي انا في السيستيم هذايا وفي السوسيتي هذايا لازم ندخل فلوس اوتوماتيكمون بروفيسيون تاعي، معناتها سكو جو سي فير ميو، فهمت كيف؟ انا اكثر حاجه نعرف نعملها الدنيا اللي انا نصور حاجات ونبانتر حاجات ونجرافي حاجات جابليك فيهم مون افي بيرسونيل وقت اللي يبداو دي زوفر معناتها من عندي انا، مثلا حاجه نار تاتاك خارجه من عندي انا، فهمت؟ ما فيها حتى تيم وحتى قيد، جو شوازي معناتها الإلستراسيون في راسي ولا من الإيماجيناسيون تاعي ولا من ليزانتيغي تاعي ولا لي بوان دو فيو، وجابليك أنا في أوفر دو بانتور ولا لي هوب. بدات الحكاية من ليلتها تصور وشوف الأندر جراوند والعباد الكل ولا تفهم في المبادئ والقيم وكلها ثورة وكلها درا شنيا، واللي هما عباد العباد معظم الماجوريتي العباد تحكي تنتمي إلى حزب معين. معناها كي تجي انت كي انت تحكي لحزب معين معناها ما تحكيهاش الحكايه جمله، خاطرك مخطيك الموضوع جمله. والاسوء من هذايا خويا هبط الفيديو بشنيا اسم تحت اسم هبط الفيديو ما فيه بالناش، نبهت عليه يا معلم ما تصور ليش، وانا هكا سبونتاني نخدم فيها هين. فما راهو الواحد اللي احنا جوست نعمل رومبليساج، فما امريكا لكل شيء احنا نعمل رومبليساج نخلصوا الروحه يا معلم، هذيك هي الموضوع شنيا. هبطت فيديو باسم الشباب يعبر عن رايه الى البيجبول يا معلم، ما شباب يا ولدي شنو معناها الحكايه ذي يا اخي؟ اسكو ذي نورمال؟ معناها اول بروبليم نورمال، معناها عبيت هبط فيديو بالاسم هذاك. من بعد يا معلم بديت الحكايه العبيد تعرب ندرى شنيا وذي وذي زمرة تخدم للحزب الفلاني ياك ها وكلها. خويا نحكي لكم من الاخر، تحبوا الريل لايف زاد من الواقع، خاطر حطيت في قلبي بالرسمة على الاخر. خويا خدمنا للبيجبول وفوق البجبوج، واي واحد خدم بينا عن طريق البجبوج واي انسان حكاه وهو ينتمي الى حزب معين. اندر جراوند اما اندر جراوند تحكي فيه في بالك لجور عباد خدمت كلمه الاندر جراوند خدمت بينا، معناها احنا خاطر احنا اندر جراوند لجور ما عندنا حتى فرنك ونخدموا في شارع بلاش ومانيش عاملين مزيه، معناها كي نحكوا فيها الحكايه ذي. فما عباد لجور خدمت باسم الاندر جراوند، عملت دوك هاو الاندر جراوند، شوف الاندر جراوند وحكيت وراي. فما عباد تخدم باسم الاندر جراوند باسم الشباب المبدع وباسم برشا حكايات كيف كيف باش تدبر فلوس، باش تدبر فلوس. وفما عباد لجور استدعتنا الكوليزي باش نطلعوا كونزير، العباد الكل خلصت فلوس، كان الزمره صاحبي ما خلصناش فلوس، حكيت ورا ما حشناش فلوس، احنا راهو هذول احنا حكينا الموضوع فريستايلينا باش نوصلوا لكم الميساج، والفلوس تصرف كعبرها وعن فيها حل شوف كيفاش تعمل بها وكهو. ابرسا هذاك هو رايي خويا، ما عادش حتى انسان عنده الحق يحكي على الاندر جراوند، خاطر حتى واحد زاد بالرسمي ياسر بهاي كل شيء.